وبطبيعة الحال أنا ما إلا جينا نشوفوا يعني الترتيب ديال الفريق أو النقاط المحصلة اليوم، فغادي نقولوا أننا يعني مرتاحين نسبيا، على الرغم من أن كان بالإمكان أننا نكون أحسن من هذا، يكون عندنا تنقيط أحسن من هذا ونكونوا في مرتبة أحسن من هذه، ولكن كرة القدم هي هذه. اليوم احنا كنلعبوا ماتش كنحاولوا على اننا كما كيعرف الجميع اننا نوقفوا على مكامن القوة ومكامن الخلل باش نزيدوا نطوروا هذوك النقاط القوية اللي عندنا ونحاولوا نصلحوا النقاط اللي كنشوفوا فيها بعض ديال الضعف. الخدمة كاينة، خدمة كثيرة اللي مازال كتسنانا، وبطبيعة الحال الهدف ديالنا هو اننا المغرب الرياضي الفاسي يكون فريق ديال الألقاب وفريق اللي ما كيربحش غير بالصدفة، يعني اللي كنهضروا على انك تربح لقب تقدر تربحه مرة وتغيب على الألقاب واحد 10 سنين ولا اكثر، فما بغيناش المغرب الفاسي يكون من هذا النوع هذا، بغينا المغرب الفاسي انه يكون دائما كيلعب على ثلاثة المراكز الاولى، يقلب على انه يدي البطولة، يقلب انه يكون عنده مشاركات قارية، وهذا هو الهدف ديالنا بإذن الله تعالى. المستوى ديال البطولة صراحة باقي ما رقاش لذاك الشيء اللي كنطمحوا ليه جميع، يعني لا المتتبعين ولا المسيرين، فبطبيعة الحال كنطمحوا على أن المستوى ديال البطولة يزيد يطلع شوية. كاين المجهودات، كاين المفاجآت، لأن اليوم كنشوفوا فرق ربما اللي ما حضراتش بشكل جيد، يعني انتصرت في مباريات اللي ما كانش كاع من المنتظر أنها تنتصر فيهم. مازال كنتسناو نشوفوا ريتم يكون حسن من هذا، وكنظن على ان هذه الفتره عادي انه يكون بعد تذبذب في المستوى ديال الفرق، لان خصوصا الفرق اللي كيكونوا فيها انتدابات ديال اللاعبين بشكل كبير، فباش يتلقى دوك لي زوتوماتيزم ودوك لي كونيكسيون بين لي جوار، فبطبيعه الحال هذا الشيء كيطلب شويه الوقت، وكنظن على هذا الشيء غيبدا يبان ان شاء الله الرحمن الرحيم مورا الدوره 10، كنظن على المستوى راه غادي يبدا يطلع. رساله جمهور الماس. الور رسالتي لجمهور الماس اللي باش نكون معك صريح، بدات مجموعه كبيره منهم كتثق في المشروع ديال المغرب الرياضي الفاسي، انهم يساندونا ويدعمونا ويدعموا اللاعبين ويكونوا على يقين على ان الهدف ديالنا جميع هو اننا نحطوا الماس في المكانه ديالها، لان الماس فريق مرجعي وفريق كبير، وبالدعم ديالهم ربما غادي نقدروا نوصلوا لهذا المبتغى هذا في اقرب وقت باذن الله تعالى.